بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وبعد. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصعب أن يتكلم الإنسان بعد هؤلاء الخطباء البلغاء وهذا المقدم المفوه، فبارك الله بهم جميعا وبحضورنا الكرام. ولا أريد الإطالة عليكم، فقط لابد أن أوجه رسالة شكر وتقدير في البداية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بهيئته التنفيذية، ولمنتدى القدس الثقافي، وللرابطة العربية الإسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللائتلاف العالمي للمنظمات العربية لنصرة القدس وفلسطين على تنظيمهم ورعايتهم لهذه الفعالية. هذه الفعالية إخواني الكرام مستحقة مكاناً وزماناً وعنواناً. مستحقة مكاناً فهي من الكويت التي احتضنت العمل الفلسطيني الفدائي منذ بواكيره الأولى، وهي مستحقة زماناً فهي تأتي بعد تكريم أمير هذه البلاد واختيار هذه البلاد كي تكون مركزاً للعمل الإنساني العالمي، وهي بالحقيقة مستحقة عنواناً شعب يصنع نصره. ولا أكشف سراً إن قلت أنني بالبداية شعرت بشيء من الاستفزاز من هذا العنوان، يعني هي لم تكن معركة شعب، هي كانت معركة أمة بأسرها استيقظ غافلها ونائمها وانفضحها مخذلها ومخذولها، وتحركت من شرقها لغربها لهذه القضية. فلماذا نختار شعب يصنع نصره؟ ولكن وبعد التأمل آمنت بسلامة العنوان وسلامة الاختيار، فما تم كان من شعب محاصر عربيا وعبريا وبيدين أعزلتين إلا من الإيمان بسلامة موقفه وعدالة قضيته، وبالفعل حقق الصمود وحقق الانتصار. فمن الكويت تحية إلى غزة الأبية. يجب إخواني وأخواتي أن ننبه الغافلين من حولنا بأن ما حدث كان عدواناً صهيونياً على غزة، وأن ما قامت به المقاومة كان جهاد دفع وصد ورد وصمود ورباط وتحدي أمام ذلك العدوان الغادر. فعندها بالفعل ستتضح الصورة، وأن أهداف العدوان الصهيوني كلها قد فشلت. أولاً أرادوا كسر إرادة المقاومة والتحرير، وإذا بالعكس يحدث. فبالأمس فقط خرجت الإذاعة العبرية الثانية لتكشف عن استطلاع للرأي مثير بنتائجه، 30% من الإسرائيليين يريدون الفرار من غزة إلى دول أوروبية، 64% من الإسرائيليين كانت مواقفهم سلبية تجاه من يريد الفرار من فلسطين المحتلة، الآن تحولت مواقفهم إلى إيجابية أو محايدة أمام من يختارون الخروج منها إلى العواصم الأوروبية المختلفة. البارحة أحد المغنين المشاهير من الصهاينة غنى أغنية بعنوان برلين، يتغنى فيها كيف أننا آباءنا وأجدادنا كصهاينة كانوا يهاجرون من ألمانيا والنازية وبرلين إلى تل أبيب، والآن الهجرة العكسية من تل أبيب عودة إلى ألمانيا وإلى برلين. ثانياً أرادوا من هذا العدوان إيقاف صواريخ المقاومة، فإذا بمعدل إطلاق الصواريخ يستمر حتى الساعة الأخيرة قبيل إعلان الهدنة بنفس الوتيرة، وإذا بمدن جديدة تدخل تحت طائلة هذه الصواريخ، وإذا بمطار الكيان المحتل يغلق ويفتح بأوامر كتائب عز الدين القسام. إخواني الأحبة، باعترافهم ووفق هارتز العبرية
بأن القبة الحديدية قد صدأت، القبة الحديدية المزعومة لم تعترض سوى 558 صاروخاً من أصل 3245 صاروخ للمقاومة. الهدف الثالث للعدوان كان إسقاط حكومة غزة المنتخبة والشرعية والحرة، فإذا بشعبيتها تتعزز، وإذا بشرعيتها تترسخ، وإذا بالحصار يتهاوى، وإذا بالمعابر تفتح، وإذا بالحق بميناء دولي بحري يأخذ وضعه على الطاولة. أوجه بهذا المقام تحية شكر وتقدير لصاحب السمو أمير البلاد على استضافته ودعمه الكريمين، لرئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس ابن الكويت قبل أن يكون ابن فلسطين المجاهد خالد مشعل، وكان في استضافته ودعمه في ذروة العدوان الصهيوني على غزة رسالة واضحة من القيادة الكويتية إلى المقاومة الفلسطينية والمجتمع الدولي. وأوجه أيضا تحية لوزير الخارجية الذي ونحن الآن نحدثكم هو في رام الله لملف واحد، وهو المصالحة الفلسطينية التي جاهرت أمريكا وإسرائيل بكل وقاحة برفضهم لهذه المصالحة، ولكنها بإذن الله قادمة رغم أنوفهم وأنوف أذنابهم. أخواني وأخواتي، طوبى لمن وجد في صحيفته مساهمة في انتصار غزة، سواء بجهاد فعل أو جهاد مال أو قول أو دعوة. ومن جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو الانتصار تحقق وتوثق، وما بعد الانتصار إلا الإعمار. فالله الله بإخوانكم، والله الله بأموال الله التي تحت أيديكم، والله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.